أكثر من 600 منظمة غير حكومية وجمعية إنسانية من جميع أنحاء العالم يشاركون في فعاليات الدورة 18 من معرض الإغاثة والتطوير في دبي لعرض ومناقشة تطوير مجالات العمل الإنساني ورسم ملامح الرؤية المستقبلية لجهود الإغاثة والتنمية وإحداث الفارق الإيجابي المطلوب بالتدخل السريع والرعاية ومواجهة التحديات. المعرض ما شاء الله أتاح فرصة لاستعراض العمل الخيري على كافة أشكاله. إحنا نركز على التعليم خاصة، فسوينا مدارس في لبنان الشقيق للنازحين السوريين. الآن طبعاً واجهتنا مشكلة غزة، يعني حاولنا أن يعني نساعد الأخوة هناك فيما يعانون، فأدخلنا في رمضان سوينا لهم 30,000 وجبة غذائية. وتناول الحاضرون في الحدث الدور الكبير الذي تقوم به فرق الإنقاذ والمساعدة داخل قطاع غزة من مختلف المنظمات والهيئات المحلية والدولية في ظل نقص الإمدادات والمساعدات الغذائية والطبية داخل القطاع، إضافة إلى المخاطر التي يواجهها عمال وموظفو المنظمات الدولية والمسعفون على الأرض في غزة. احنا مستهدفين، نحاول انه قدر الامكان انه رغم هاي الصعوبات، رغم الخطورة على الناس اللي بيشتغلوا معنا، الفريق نفسه، وخلينا نعد في 160 شخص بيشتغل مع الأونروا انقتل بسبب الحرب من طرف الاحتلال الإسرائيلي، ولكن احنا ما بدنا هذا العائق يكون عائق اللي ما بيخلينا نشتغل. لما نحكي الامكانيات دائما الامكانيات الشعب الفلسطيني اصلا اوريدي يعني يمكن امكانياته شوي ضعيفه، امكانيات الهلال الاحمر الفلسطيني ما بنحكي عن حالنا انه عندنا الامكانيات الكبيره، بالعكس يعني عندنا امكانيات ضعيفه، ورغم الامكانيات الضعيفه هاي قدرنا انه لليوم نقدم خدمات الانسانيه في اصعب الظروف الموجوده بدعم الشركاء والناس اللي عمالهم بيدعمونا لنحافظ على المستوى يمكن القليل للحفاظ على الحياه في المرحله الحاليه. ويركز الحدث في مجمله على دور الدبلوماسية الإنسانية العالمية وأهمية الشراكات الدولية والتعاون في التصدي للتحديات العابرة للحدود، كما يشتمل المعرض على العديد من الأجنحة الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى منظمات إنسانية مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات والمؤسسات والهيئات. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.